أهلا وسهلا فيكم بقناة الموسوعة الهندسية. اليوم رح نبدأ بتصميم القوالب. بالبداية رح نتكلم عن أجزاء القالب يلي بتتكون من طبعة القالب وقسمي القالب وجلبة الحقن وقنوات التغذية، محاور وجلب، والجزء الثابت والجزء المتحرك واللوافذ. تنقسم القوالب لقسمين: قوالب حقن وسكب وقوالب ضغط وتشغيل. اليوم راح نقوم بتصميم اول نوع من القوالب عن طريق استخدام الاسامبلي. راح نستخدم فيه امج سيفتي من فيتشر. خلوكم معنا وتابعوا الفيديو. من فايل نقوم باختيار نيو بارت، نفتح سكتش في المستوي توب بلين، نقوم برسم سنتر لاين، من لاين نقوم برسم البروفايل الاول للقالب، مسمار دايمنشن نقوم بتحديد الابعاد، البعد الاول 100 ملليمتر والبعد الثاني 70 ملليمتر، نقوم بتحديد الزاوية بمقدار 45 درجة، نقوم بتحديد الخط مع مركز الإحداثيات ونختار midpoint، exit من feature نختار revolved bust، okay. من fillet نقوم بتحديد الحواف بمقدار 10 ملليمتر، okay. أصبح الشكل الأول جاهز. نقوم باختيار المادة من appearances، نقوم باختيار بلاستيك هاي بلاستيك، نقوم باختيار المادة، نقوم بحفظ الشكل save as، نقوم بإعادة التسمية button، نقوم باختيار new assembly، نسحب الشكل. سنقوم الآن برسم الجزء الأول للقالب. من insert component نقوم باختيار new part، نفتح sketch في المستوى top plane، نقوم برسم المستطيل الذي يمثل شكل القالب. مسمار دايمنشن نقوم بتحديد الأبعاد 140 ملليمتر للطول و 105 ملليمتر للعرض. إكزيت من فيتشر نختار إكسترودد باس، نحدد الشكل بمقدار 40 ملليمتر للسماكة، نلاحظ الشكل، أوكي. سنقوم الآن بصناعة تجويف. من insert نختار feature ونختار safety، نقوم بتحديد الشكل الداخلي لصناعة التجويف في القالب، أوكي. سنقوم الآن بتحديد مادة القالب من appearances، سنقوم بإعادة تسمية الشكل rename cob bust، اوكي. exit، أصبح الجزء الأول من القالب جاهز. نقوم الآن برسم الجزء الثاني للقالب. من insert component نختار new part ونقوم بإعادة الخطوات نفسها، نفتح سكتش في المستوى توب بلين،
تنطابق لمربع الجزء الأول للقالب إكزيت من فيتشر نختار إكسترودد باس نعكس الاتجاه أوكي من إنسيرت نقوم باختيار فيتشر نقوم باختيار سيفتي نختار الشكل الداخلي لإحداث التجويف من Appearances نقوم باختيار المادة نقوم بإعادة تثنية الشكل لنيل Dark Box Drag سنقوم بوضع حركة للقالب من Excluded View نحدد الجزء الأول نقوم بفتح القالب نحدد الجزء الثاني ننزل للأسفل نلاحظ القالب نلاحظ التجويف ونلاحظ الفلين المرسوم في القالب ونلاحظ الزاوية أصبح الآن شكل القالب جاهز بشكل كامل بتمنى تكونوا استفدتوا وأي أسئلة تركوا لي ياهم ضمن صندوق التعليقات كنت أنا معكم المهندسة نجلاء الحمد